احنا متفقين دلوقتي ان انا لو لبست كريم او ملك او مصر في الزريشو الفيلر هي الكهرباء. هي الاكثر ده قلنا كلمة الزريشو الفيلر بتاعت الكلمة الكافي انه يفتح القار وصول الفيلر. طيب ماذا يحدث لو نبه ملء او ملء او مصر طيبة في صفص ملء ونطر ان السرير الكثيرة مثلا هي عند نار 65 يعني نطر السرير الكثيرة وتلك بعد اكثر ملء مصر ملء الفاير انجليزي عند مناطق 65 تفضل يعني اغلب السنين يبقى حضرت هنا دي بولاريزيشن للفضل مناطق 65 الاسبريسو هو الحاجه اللي بتعمل دي بولاريزيشن للفضل مناطق 25 عند النقطه دي مفيش فيها الفرق السنين. طيب السؤال ده هل لو نبهت بحاجه هي نقص مش هتكسر حاجه خالص ولا هيحصل؟ وقال ان انا نبهت على الهيكل ده ما لازم ونبهت الطيارات البطاريه اللي فيها كل مكان وكل موجب فلنقطة هذا ضعيف ما يبقاش بريك ما وصلوش بريك ويعمل دي بولاريزيشن او يدي دي بولاريزيشن يوصله مثلا يتبقى عنده بدل فيعمل دي بولاريزيشن يوصله ناقص 25 هيعمل دي بولاريزيشن اقصى ناقص 7 هذا التيار التراكمي سقف اللي ما وصلنيش غير لنقص 7 في بولاريزيشن هيعمل لي حاجه اسمها الكترون. يعني ايه الكترون؟ يعني في هذه الحاله هذا التيار الضعيف الذي لم يتعدى في بولاريزيشن وصل لنقص 7 هيجي عند القطب الثاني بتاع البطاريه اللي فاتتنا الاقي الفلتانين جيب ويجي عند القطب الاولى الاقي العكس الاقي الفلتانين جيب وشمال زياده الفلتانين عند الكاتبول كات الكتبول يعني كاتو كات الكتبول وألمان الفيتامين عند الأنود سموها الآن الكتبول والإثنين اسمهم الكتبول لأوسن إذا عملنا سيميوليشن للهيل بالصعب سيميوليشن بجلفاني كهرباء وهذا الصعب سيميوليشن بجلفاني كهرباء عمل بإخضار من الديبولاريزيشن لا يتعدى 7 فهتحدث ظاهرة اسمها الإلكترون والواضح انه هنا لم يتم الفتح ولا فقط الكلام كل الحكايه ان عند الكاتوب ان في نجم الانتشار نجم الانتشار توظيفه للست كده فيسموه الانتشار وسميها بكاء وعند منطقه الانوت البوست انتشار تضيف الى نصف السد المضر تقللت الانتشار
وسمينا الالات الذكريه الكتروما. وده بيسال شهر وده بيسال شهر. وفي الحالتين لم يتم اي نشاط في السنه الشمسيه. بصوا ده كان اللقطه يعني ما بقاش كامل. طيب اذا انا كونت هذا الفرق بين الاستقرار وخليته عدى السبعه ولم نصل الى 25، لان 25 هيضطر الى 25، لان انا بقيت في السبعه بضعف فيه. أكثر الحالة اسمها لوكال سايتاتريس. أكثر الحالة اسمها لوكال سايتاتريس. يعني لوكال سايتاتريس يعني هذا التيار الكهرباني تحلي بعض الصوديوم الشمسي تفتح. وهيخش الصوديوم اللي جوه يقعد يخش 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 ولا لا يصل الى القلب. وبعد ما يدخل يبقى مقبول ثاني بالجزء المكسر من الطعام او عمليات الريموت. ولا اصل الى القلب ولا الشمس. وبالتالي ده لوكال تكتيكاليتات المسكين. بس لوكال تكتيكاليتات المسكين بيبقى من 7 إلى 25 بتفتح في شام صوديوم شمس وبيحصل صوديوم انفلاكس. ايه الصوديوم انفلاكس؟ يعني ظهور الصوديوم. لو لقيت الكتاب مكتوب صوديوم انفلاكس تعرف انفلاكس يعني ظهور الصوديوم في جوه. ايه انفلاكس؟ يعني ظهور الحاجه. وتسمى ايه انفلاكس؟ فيها ضرر. فاللغة اللي تتسمى التنفيذ من 7 إلى 25 اتفتحت قنوات صوديوم دخل الصوديوم لجوه ولكنه قرر ثاني عن المسكين. ايه اللي قرر؟ الصوديوم بشر ضرر زائد الريبولاريزيشن. يعني ايه؟ طلع الصوديوم بقرر. فلما لكن فينا شخص خرج هنا سميناه يوم الفرق. وهنا في واحد انا معرض لحد يقول لي ايه الفرق بين الالكتروفورا واللوكال والجسد. في الكهرباء بيسمح للسمعه ومفيش اي نشاط للصوت للحياه. الانزلاقات اللي عند الكاثود جت من اضافه الشحنات النيجاتيف اللي جايه من السيبريك. والالات الزجاجيه هنا جه من المتاكد البوست للصرف الوظيفي. واحده هزه على فيها Thank you.
إنما أسست العسكريين أحسن باسم السنة ليس لن تعالى نعطيه الحاجات الأساسية كل الطاول كل الطب في حاجات نفس ما ينفعش دي اللي مفروض قبل منها إنما لو أخذ عن طاول الحاجات دي كان يعني رد خالص يعني كل قصة الواحد كان حصان أو محاكي خالص يكون حاجة ومسيره ورقات ماذا يكون خالص يعني حاجات المحطوب هو وليس يعني حاجات رقيقة رجل أنت لي لا مدرس المحطوب ما تشبع عقل مستيني عقل وإذا ما تعطين أهل الكبحان أسبب الامتحان هو أسبب وسيلة لمعرفة الصوت ولكن هي أحسن حاجات الأشياء مثل الله عنه هو أنا قلت له بسهلوا بسهلوا واحد بسهلوا 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 من قلت عن الله عنه عن الله عنه بسهلوا 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 مفروض الشهر يتعامل ولكن فيها مثلا 50 سؤال صغيرة كل طلبة يجاوبها نعم وكل سنة أسألوها أقول له إيه فرق في المريض شيء واحد كان أقول له إيه هو التالي مثل الكوم طبعا إيه خلاص من هبل من هبل وتحتاج إلى ضرائب يعني إنما إحنا بنشتغل على الشطر الطبي عشان إحنا بس الحقيقة إن إنت بتتكلم مع العيال بتعرف تاخد منه معلومات برضه لكن إحنا بنعرف نقول نهتم بالحاجات الكبيرة المهمة ويعني إن شاء الله لو في فرصة حضرتك ربع فإنت معرض أو إنهاج لك هو تأكيد الورس يعني إيه آجي للورس وإن إثبات اللوحة إثباتات المسيح وبيه الليترو وبعدين هتلاقي عندك في البداية اللي عندك في عميلة جدول بفلالة بين اللوحة إثباتات المسيح وبين الأكثر وبين يعني إذا ضمنوا على هذا الفرق إيه الفرق بين اللغة الإجلاسات المسيح وبين الأكثر ليش؟ اللغة الإجلاسات المسيح ما بيبقاش خاص بالصرف إذا كان مثل في مصر اللغة الإجلاسات المسيح ما بتنتشرش إنما أكثر مثل هو موضوع الصرف اللغة الإجلاسات المسيح تليها أصليت من ذات المسيح ولا من كوبية الأكثر مجدشاً من المميز منذ الغمرون ولوح وأصليك تتكلمين إذا هو الإجلاسات والسيطة أقول عنك إنها كان في صميتك يعني جامع عليك يعني لو أنت عملت هذا السيميوليشن حاجة بس فيه 18 فيديو وكان بقى عملت حاجة تبكي بعشرة مليون يتجمعوا على الله ويوصلوه للفرق إنما الأكشن بوتنشال كانوا في شمولين ربنا وحيد كتور عمي فرق مين لوك الجسد يسير طيب دلوقتي يا جماعة بتنزلنا السكين محاضرة للتعليم والسلام والياسين المفتر.
الحاره بتاعت الثلاثي هبين لك ازاي الناس بيخش في مصر ويخليها تحمل كل بلاكي.